يتأهب المبارزون الجزائريون للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بأربعة عناصر لدى السيدات في تخصص سيف الحزام، إضافة إلى مشاركة سليم هروي في سلاح سيف الشيش. الفريق جاهز لهذا الحدث العالمي. Et moi, franchement, je leur fais confiance parce que je vois leur abnégation, je vois leur motivation et on est avec eux, on les accompagne comme on peut, bien sûr, pour qu'ils brillent et pour qu'ils fassent la meilleure prestation sur l'escrime algérienne, inshallah. استعدادات العناصر الوطنية للعرس الأولمبي جرت على مدار سنة ونصف، لتختتم بتربص أخير على مستوى أكاديمية بوير العريقة بفرنسا، سعيا لبلوغ الجاهزية القصوى ومعانقة المجد الأولمبي. معظم البلدان المتأهلين واللي عند في لو نيفو دو لسكريم مونديال كانوا حاضرين في هذاك التربص، والبنات تاعنا احتكوا معاهم وكان تربص مفيد جدا. ما يخص هروي سليم اللي en Italie où il a fait une semaine mais durant toute l'année il est basé en France et il s'est entraîné en France. التحضيرات بدات عندها 14 شهر درك، والحمد لله يعني لحقنا الاهداف تاعنا اللي كنا سطرناها انه نلحقوا لهذه المرحله وتكون باتم الجاهزيه بدنيه وتقنيه وذهنيه، لانه يعني راح تكون منافسه قويه جدا. دورة باريس 2024 ستكون فرصة مواتية لتسليط الضوء على موهبة اللاعبة الصاعدة شيماء بن عدودة بمناسبة ظهورها الأول في الألعاب الأولمبية. خدمت، تعبت بزاف حتى لحقت لهذه لاني اولمبيك هذه. بدينا نديروا لي كوب دو موند، درنا لاغريس، درنا بيرو، درنا لي كوب دو موند اللي كانوا فيهم لي بوين. ابخي قلت لك جات كاليفيكاسيون كانت في لا بلجيك، و الماتش تاعنا اللي كان كونتر هونغ كونغ كان بزاف ستريس باسكو كنا شويه ديكاليفيت وشيتو، مي كانوا لي كات في بيان وجبنا لا كاليفيكاسيون تاعنا الحمد لله. راني رايحه باش نسي نربح وندير مير ريزلت اللي نقدر ندير ونقدر نلحقو. وباحتساب لاعبي المبارزه ستكون الجزائر ممثله خلال موعد باريس بمجموع 46 رياضيا يتنافسون في 15 تخصصا اولمبيا.